إناس، سبع ولايات حاسمات في سباق الوصول إلى البيت الأبيض وفق الاستطلاعات يتنافس عليهما المرشحان هاريس وترامب. في الولايات السبع الحاسمات ما مجموعه 93 صوتا في الكلية الانتخابية تمثل الولايات السبع وهي محل التركيز، تستأثر منها ولايات حزام الصدى الواقعة إلى جهة الشرق بذروة الاهتمام، بداية من بنسلفانيا ب 19 صوتا انتخابيا، ثم نورث كارولينا ب 16 صوتا، وجورجيا إلى جانبها ب 16 صوتا انتخابيا، ثم ميشيغان ب 15 صوتا انتخابيا، إلى إضافة إلى ذلك أريزونا إلى الجنوب الغربي ب 11 صوتا، ثم شمالا ويسكونسن ب 10 أصوات في المجمع الانتخابي، وأخيرا نيفادا ب 6 أصوات. هذه هي الولايات السبع المتأرجحة والأرجح وفق مراكز استطلاع ومؤشرات أداء الحملة، لكنها قد لا تكون وحدها. نعم، ففي كل سباق رئاسي من الوارد رصد أنماط جديدة تشير إلى دخول ولاية أو أكثر إلى قائمة التأرجح. الحديث الآن متزايد عن ولاية فيرجينيا على وجه التحديد، التي صوتت في آخر انتخابات الرئاسية للديمقراطي جو بايدن، بيد أنه منذ ذلك الحين أثرت تقلبات السياسة على الولاية حد انتخابها حاكما جمهوريا هو غلين يواكن في نهاية 2021، وهي ولاية تحمل 13 صوتا انتخابيا في المجمع الانتخابي. إذن نحو خمس أصوات المجمع الانتخابي، نحو 100 صوت تقع بيد ولايات متأرجحة، والواضح أن هذه الولايات تحديدا هي من سيحسم هذا السباق. عودة إلى إناس والمزيد حول هذه الولايات المتأرجحة والملفات الأهم في هذا السباق الانتخابي.